تعال نقول مثلا حاجة بتشد على الناس كلها، حاجة اسمها كرامبس. يعني ايه كرامبس؟ شد عضلي. في بعض الناس ده بيظهر في اللعيبة، أنا بجري 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 يحصل اكسهوشن، شد عضلي، يعني استهلاك لمركبات الطاقة، الطاقة اللي عندي خلصت، فالعضلة تحصل لها ايه؟ تنقبض، تقفش، اسمه شد عضلي. في ناس بقى نايمة في البيت، ستات، وتقول لك من الشد العضلي العضلة بتقفش، ما بعرفش اتقلب يمين وشمال. دي عندها ايه دي؟ ها؟ لا، دي عندها شد عضلي. انا بتكلم على الشد العضلي. الشد العضلي عبارة عن ايه؟ نقص الكالسيوم الضروري لانقباض العضلات. خلاص؟ يبقى الشد العضلي اول سبب له ايه؟ نقص الكالسيوم. يعني الكالسيوم ده مش ضروري بس للعظم والسنان والشعر، الكالسيوم ضروري لانقباض عضلة القلب. ولذلك لما العضله بتشد جامد 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 بنديها كالسيوم شانل بلوكر، بنديها حاجه تسد الكالسيوم عشان ما يسدش الكالسيوم عليه. كالسيوم شانل بلوكر يعني بيسد ممرات الكالسيوم. انا بقى لما يجيني شد عضلي والعضله قفشت، مفيش كالسيوم كافي لانقباض وانبساط العضله. هل تصدق؟ فاذا الكالسيوم ضروري للعضلات، الكالسيوم ضروري، ها ها، للجلد، للعظم، للشعر، للسنان. الكالسيوم ده موجود في البلح، موجود في الزبادي، موجود في الجبنه. الكالسيوم ده يعني اكبر عنصر موجود فيه على وجه الارض هو البلح. ولو حطيت بلح على زبادي، كوبايه بلح، كوبايه زبادي على ثلاث بلحات، لو انت ما عندكش سكر حط عليها معلقه عسل، والشمس ساعه يومين، لان الكالسيوم لا يمتص الا في وجود شمس. اوعى تنسى، الكالسيوم لا يمتص الا في وجود الشمس. ما عنديش شمس في مناطق بارده، هات لمبه صفراء مش بيضه، لمبه ايه؟ صفراء، ضوءها شبيه بضوء الشمس، بيسموه فول لايت. اسمه ايه؟ فول لايت. يعني ايه فول لايت؟ الضوء الكامل، انما الابيض ده مش الكامل ولا حاجه. خلاص؟ يبقى الفول لايت اللي هو الضوء المصفر ده، واضح؟ هو ده اللي بيخلي الناس تمتص الكالسيوم. ولذلك لما بيكون عندي مريض قعيد السرير، بسلط عليه اللمبه الصفراء الكبيره ال 200 دي العاديه الرخيصه، ها، وبدلكه جامد ساعة الصبح وساعة بالليل، وبديله كوباية زبادي ولبن، أو كوباية زبادي أو لبن رايب، زائد ثلاث بلحات صبح وليل. إن شاء الله أسأل الله إنه الكرامبات تختفي، الشد العضلي، هشاشة العظام، لأن اللي عنده نقص كالسيوم عنده هشاشة عظام، عظمه يتهش كده عامل زي البسكوت. ممكن برضه دكتور نقص الفيتامينز أو الأسيدز ده اللي بيعمل الشد العضلي، وممكن نقص الفيتامينز، وممكن يكون زي ما اقول اللاكتيك اسيد زياده اللي هو في الرياضيين، عمل مجهود زياده لغايه ما العضله شدت. في تراكم للميتابولايتس. يعني ايه؟ يعني هو المفروض ان العضله لما بتشد وترخي يعني بيقول عليها ريلاكسيشن واكستنشن وريلاكسيشن، مش كده؟ لما بتحصل كده، ها، يعني كونتراكشن وريلاكسيشن، لما بيحصل ده بيحصل يعني ريليف للعضله، لكن على طول على طول على طول على طول العضله اكستنشن. العضله الوحيده، خلي بالك من الكلام ده، العضلة الوحيدة التي تعمل دائما دائما دون راحة هي عضلة القلب. من أول ما يبقى عندك شهرين مثلا ولا حاجة لغاية لما تموت 80 90 سنة وهي شغالة، تنقبض وتنبسط تنقبض، ما بيريحش القلب ولا دقيقة. لو القلب ريح خمس دقايق مات البني آدم. إذا عضلة فيها إعجاز. والعضلة دي بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن مدمج خلوي، سينسيتيوم. يعني يا دكتور؟ يعني كل الخلايا متحدة مع بعض وأنويتها مع بعض بيشتغلوا مع بعض، انقباضه واحده وريلاكسيشن واحد، كان نعم از سنجل يونت. يعني القلب كله بيشتغل كعضله واحده وكل الخلايا داخله مع بعض في مدمج خلوي. يبقى مهم جدا ان احنا نبقى عارفين انه الشد العضلي بيجي عند ناس نقص كالسيوم، نقص فيتامينات، نقص الشمس، ساعات بيبقى نقص فيتامين د. دلوقتي كان في تقليعه جديده اسمها تقليعه فيتامين د، كل المعامل بتعمل تحليل فيتامين د، وكل الدكاتره بتطلب بتكتب فيتامين د. الدكتور حسام وافي ربنا يبارك في عمره كتب ان هو هيشتكي في النيابه اي دكتور او اي معمل يطلب تحليل فيتامين دي او يدي لحد فيتامين دي. ليه؟ لان احنا بلد مليانه شمس، احنا بلد مليانه شمس، تدور على فيتامين دي انت مجنون. واضح ولا مش واضح؟ فمهم جدا جدا احنا عارفين ان نقص فيتامين دي ده في البلاد البارده او البلاد اللي ما فيهاش لبن وزبادي او كده يعني. انما تيجي عندي هنا وتعمل لي تقليعه فيتامين دي وكل واحد عامل لي تحليل فيتامين دي وعندي نقص فيتامين دي، ليه كده؟ ليه كده؟
فقال لك اللي هيطلب فيتامين دي ولا يدي فيتامين دي انا هكتب شكوى فيه في النيابه. دكتور التعرض للشمسية انسب وقت منه. التعرض للشمس بالنسبه للشتاء في اي وقت عندما تشرق الشمس. يعني طلعت الشمس بعد الظهر، طلعت الشمس بعد العصر، وقت ما تطلع الحمد لله احمدك يا رب. ده في الشتاء، انما في الصيف يبقى التعرض للشمس في الشروق او الغروب، يعني من الساعه 6 7 8 الصبح لغايه بعد العصر بقى 6 7 لغايه اذان المغرب. يبقى في الصيف نتعرض لشمس الشروق والغروب، انما في الشتاء الشمس عزيزه يعني. طب باقي التكليف بتاع الافراد بتاعنا ايه؟ انا دلوقتي عندي التريمورز الرعشات، ثم بعد ذلك الباركنسونيزم، ثم بعد ذلك التنميل، ثم بعد ذلك الكرامبس اللي هي الايه؟ الشد العضلي، وبعد ذلك الايه؟ الباراليسيس. الباراليسيس اللي هو الشلل. الشلل يعني ايه بقى؟ دلوقتي الشلل انواع. انا دلوقتي واحد ممكن يتخبط على دماغه فيحصل نزيف، النزيف الكبير يروح ضاغط على مراكز الحركه يعمل له ايه؟ شلل. ممكن واحد تاني زعلان قوي فزعل زعل زعل فالضغط زاد قوي قوي ففرقع شرايين في المخ فجاله النزيف كبير في المخ وجاله شلل. وانا كنت ماسك رعايه مركزه في احدى المستشفيات، وكل ما اسال واحد كان في 64 مريض في الرعايه المركزه كلهم نايمين زعلانين. وانا قلت قاعده مهمه جدا، قلت لك نام زعلان تصبح مشلول. للاسف الشديد الزعل ده سمه عصرنا. الناس نايمه محصوره، نايمه متنكده، اللي متنكد على اولاده، اللي متنكد على تجارته، واللي متنكد على العيال اللي فشلت في الجواز، مش كده؟ هو النكد بيسيب الناس؟ النكد ما بيسيبش الناس. امال كان ايه اللي يخفف على الناس ويطبطب عليهم؟ العباده. لان بالعباده بالسجود ربنا بيخفف عني، تلاوه القران يخفف عني، لما يبقى عندي خمس ست اصحابي وانا في مصيبه ويطبطبوا عليا ونقرا شويه قران مع بعض هيطبطبوا عليا. انما انا في مصيبه ونكد ومصيبه ونكد ومصيبه محدش بيطبطب عليا، على طول يجيني شلل. وانا بقول كده نام زعلان تصبح مشلول. ولما يكون الناس في ترابط اسري، اب وام واخوات وابناء، ما نسيبش بعض زعلانين ابدا. ماما زعلانه خش تطبطب عليها وراضيها، لا ما تناميش زعلانه ابدا. خلاص؟ طب في اسئله بتيجي عن الانفلس بالسي او السريبرال بالسي. اه. هو ده هو ولا لا؟ السريبرال بالسي يا سيدي، احنا عندنا بعض الولاد او بعض المواليد بتولد وهي مولوده بتتخنق. يعني ايه بتتخنق؟ يعني بتتحشر، بتتحشر، الله يكرمك، ناقص اكسجين، بتتحشر في الولاده، جم يولدوها ما عرفوش ففتحوا، على بال ما طلعوا كان الاكسجين قل قوي بالنسبه لخلايا المخ، فخلايا المخ اغلبها مات ديد. فالطفل ده بيفضل عمره كله مخه صغير وعنده سريبرال بالسي. سريبرال بالسي ده اللي هو بنقول عليه يعني ما عندوش اتزان، ممكن ما بيقعدش، يقعد عنده 10 سنين ما بيتزنش، ما بيقعد، ما فيش مخ كون كويس. فده لغايه دلوقتي حتى هذه اللحظه مش لاقيين علاج له، لكن اسال الله عز وجل انه مع الايام نكتشف له علاج. بعض البحوث نازله بتقول ان العلاج اللي بيعالج الزهايمر ممكن يعالج السريبرال بالسي او السي بي ده، لكن لغايه دلوقتي التجارب اندر ترايل. لانك انت لو قلت ان السريبرال بالسي او السي بي له علاج البلد تتقلب. انا مش عايز اقول لك 10% مريض سريبرال بالسي عندنا، يعني مش عايز اقول لك كل اسره او بين كل خمس ست اسر في اسره عندها سريبرال بالسي. زي عندنا نسبة المشوهين والمتخلفين عقليا نسبتهم كام؟ 10%. يعني لو انا في بلد 100 مليون فانا عندي 10 مليون متخلف ومعوق موجودين يا فندم. بس احنا عادة ما بنعلنش عن هذا العدد لان في اسر فيها عيل واثنين ما بيتكلموش، اللي عنده عاهة عقلية، واللي عنده منجل منجوليزم اللي هو البله المغولي، واللي عنده مولود بشلل اطفال والسي بي، واللي مولود يعني في ناس اللي عندها 16 و18 و20 سنه وقاعد في بيت. يعني ساعات تخش بيت تلاقي ثلاث اطفال كده واربعه كده. لكن الناس ربنا ساترها وبيقول لك العيال دي بركه في البيت والعيال دي جايه كده. واحنا طبعا بنعمل العام الدولي للمتخلفين والمشوهين وكده، وطبعا يعني العقلاء اولى، يعني عايزين نعمل العام الدولي للعقلاء والاذكياء. بص يا دكتور دي الترتيب الرابع بالنسبه للنيورولوجيكال ديس اوردرز بالنسبه للعالم كله. ما هو شوف صلى على النبي، ما هو هو ترتيبه الرابع خلاص. لكن النسبة المختفية ما بتعلنش عنه. يعني هضرب لك مثلا مرض الايدز. مرض الايدز في الطب كله المرض رقم واحد. ليه المرض رقم واحد مرض الايدز؟ لان ده مرض فقد المناعة.
لكن عاده اللي عنده ايدز ما بيقولش انا عندي ايدز الا اذا ظهرت الاعراض. ما ممكن يبقى حامل للايدز يقعد 20 30 سنه ما عندوش اعراض. خلي بالك لان مرض الايدز يعني انا زي ما شرحت في الحلقات اللي فاتت وقلت ان في راجل فاضل كان متجوز مثلا هو عنده مجموعه شركات في دول فمتجوز بكل بلد واحده فراح يتجوز بنت جميله في بلد ما عامل فيها مصنع جديد فالاختلاف معاها في السلوك وفي الاوامر بتاع طلقها فبعد شهرين قلت له خلي بالك انا عندي ايدز. طب هي ما قالتلوش ان عندي ايدز قبل ما اتجوزها. راح الراجل يحلل عنده ايدز هو كمان وممكن يكون عمل ايه بقى هو الاخر نقل للثلاث زوجات التانيين ايدز. حلو. هو بقى لما يجي يكشف مش هيجي عند الدكتور يقول انا عنده ايدز هيقول له ده انا عندي سرطان. فيمكن الناس تتعاطف مع السرطان اكتر من الايدز. ربما يكون في دول العالم في اوروبا في كندا في امريكا في كذا في ربما الايدز ده شيء طبيعي وما عندهم علاقات جنسيه مفتوحه ومحتمل ان يجي عندهم. لكن احنا كفي بلاد شرقيه بلاد اسلاميه عارفه ان الزنا حرام والعلاقات محرمه. انت جبت الايدز ده منين؟ الايدز ده من ل 99% علاقه جنسيه شاذه.